أسدل الستار اليوم على فعاليات معرض الجواهر العربية 2024 بعد أن شهد إقبالا لافتا من قبل رواده من داخل البحرين وخارجها. وقد أكد زوار المعرض أنه يتطور بشكل سنوي بكل ما يطرحه من جواهر ومشغولات ذهبية وساعات فاخرة لتلبي رغباتهم وتبحر بهم في عالم الأناقة. حضور كبير وإقبال لافت على قاعات معرض الجواهر العربية التي جذبت انتباه عشاق المجوهرات الذين يبحثون عن التميز والأناقة. فالعلامات التجارية المشاركة في المعرض المحلية منها والعالمية تقدم قطعا لافتة صمم بعضها خصيصا لهذا المعرض. معرض وايد حلو والبثات وايد متنوعة، ويعني احنا كبنات نحب نشوف يعني هاي المجوهرات والاشياء، يعني ومنزلين اشياء جديدة صراحة غير عن السوق، فتجربة كانت وايد حلوة الصراحة. معرض المجوهرات سنويا لازم نزورهم، وفي قطع تكون مميزة يبونها المعرض غير عن اللي في المحلات تكون عندهم، يبونها هني يعرضونها فعلا مميزة، يعني في كل محل لهم ميزة. معرض المجوهرات صراحة بناتنا السعوديات جدا جدا مميزات طبعا في اختياراتهم للمجوهرات عموما. أنا زوجتي جالسة تعامل على لولو لأنه كل فترة يحرصون أنهم يقتنون أشياء. المعرض جدا جميل، المجوهرات جدا رائعة ومتميزة. معرض الجواهر العربية نصب نفسه على عرش الفخامة من خلال التصاميم الخاصة، بالإضافة إلى العروض الترويجية الحصرية التي تطرحها منصات العرض لزوار المعرض، ما جعله وجهة سنوية لمحبي التميز من داخل البحرين وخارجها. المعرض سنويا أزوره هنا، ومعرض مميز يجمع المجوهرات والعطورات، تلبي بدال ما تعنى السفر خارج المملكة تلقاها متواجدة في مملكة البحرين. معرض البحرين من المعارض التوب، يعني من الذهب البحريني المتنوع، اللولو البحريني، الماركات العالمية، والتنظيم ولا غلطة. تلبية لمختلف الأذواق وتقديم منتجات تتميز بالجودة والأناقة والفخامة أكثر ما يميز هذا المعرض العريق، فكل من يتجول بين أروقته تجذبه الصياغات الدقيقة لقطع المجوهرات المتميزة بلمعة الذهب وبريق الألماس، فيما كان للساعات التابعة للعلامة التجارية العالمية نصيب من الإقبال على أركانها الموزعة في قاعات معرض الجواهر العربية. فخامة والرقي، تصاميم ملهمة ولافتة أسرت قلوب زوار معرض الجواهر العربية الذين أجمعوا على أن كل جناح في المعرض يقدم مكنونات الجواهر العالمية ذات أشكال متنوعة تم تصميمها خصيصا لعشاق التميز. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.